إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب الحج، قال: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. باب ما بو باب يهي جاء يمد ومن الآثار آثار تكسو أرورتي ما أدل ذا في السعي، أي في كيفية السعي، سعي كيفية دي سي قابك بين الصفا والمروة، سعي بين الصفا والمروة لا سعينا يو قابك سي كيفية دي سا وحي كيمي وآثارها أنبؤ بابيهي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي بين دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليمني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. باب ما جاء في السعي، أي في كيفية السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر عبد الله بن عمر وحيري رضي الله عنهما: السعي سعيه من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، سعيه بين الصفا والمروة، وبين الصفا والمروة ولا بجبل، جبل ليرضى صفا او كعبضة لنعا وحوق آدية هي كوفر بري إيو صفا او يضنا لنعا مارة محوها وقوي بري أيضنا تقريبا وحين إسجران 400 متر شم أفر بقول أو متر إني وحراعيا ونمرنا يير، لكن تقريبا أفر بقول أو متر بإسجران مرك اللب دارود بكوكا لتالي مشاس ومدنا اي كتالي طرف الصفا مدنا اي كتالي طرف مروة. مرك وقت اللب دارود كوي قانين انت مرك او كحاسلة يو جبورتا ان لفولاه شرد ماها لما فولا يو بورتا بورتا ماشي كل ما تو اوصل كذا لقى بالله الى بورتا كالي لقى قارو انوي بورتا ان كسو كيها نقنين مرك اللب دارود بكوتا اللي مشى ومدنا أي هي طرف الصفا مدنا أي هي طرف المروة. مرك أبو مرك ابن عمر الشيقي سعي جوا اللب دارود لحدوده دار بني عباد وبين زقاق بني أبي حسين. نعم انت أبو كجر، لكن هذا داره مشران لمن يقانه وقت قسوة لا يقاني عبد الله بن عمر وشيغي حديثك، لكن بوريه بلا يقاني على ميسن وعلى ميسن تهي
هذا ولا دسي دول كي أذ بالله دسي بورتي ماشي ولا جبيي بوريه وحير بالغس الرئي أولي بنتي يريد بالغس الرئي بناء حيران تهاي أبير الله حري لكن نسك هذا لجبيي إن كبر النسك أي لجبيي سيدا درتيد ماشي بورتا باللوجة إذا علامة كل شيء لو حد بالقول لجيي ولا قولي هي بداية المطاف هل كان با مطاف كوكب الله بنية مركز حق جارتو أد جارتو ماشي اللي يرهدو مروانا لو حد با أيدنا كل جن أيدنا يكون قرنت هي نهاية المطاف مطاف كماشي وجودن بيعما نهاية السعي سعي كماشي مرتي محوا وكل ما الله وهل كان مرك علامة ذها ساجرة نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بين المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه النافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابن عمر هو عبد الله بن عمر قال وحير نافع قال وحير عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كله وحوها إذا طاف الطواف الأول طواف كهوري مركو مكسو قرو كعبض طواف يهدو طوافه خب ثلاثا صدح ضوفاء وجه الرئيسة أيو قعلين جري أرد قعل أهب أرد جري أو قابا ومشى أربعا أفر نوسع جري وضوافك وجه الرئية مركي لصوغة لو مكاء أما هن نغضى للعمرة أما هن نغضى للقدوم بتكون نغضى بالله بضع أمبو من الغنكرة لا بضع أمبو من الغنكرة أول ما يدخل في مك بمكة مرك أوجه الرسول مك السوق ليه طوافك وطواف ياهي صدق هذا أوجه الرسول أرد كاير يقول لها ومشى أربعا أفر نواس عنجري النبي صلى الله عليه وسلم وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يسعى كي أرد أرد كدير متكي طوافك أي النبي أرد جري بطن المسيل بيمرينك مركم مريو يعني إذا طافها طواف بين الصفا والمروة صفا هي مروة حدودة مركز صفا لقتها مروانا الله صعد وادي بعد حمر شري بيا مرينا مركز وادي جاس مركز النبي جوجين يو أرض بكو جوين شري صلى الله عليه وآله وسلم هذا وادي متشروه لكن ويد حي وحال جسمي تالوين بال لجسمي على مضة وعالم ليره هذا ودرب يرو لسان كوتوسين هي سعيه يا ارد كينو هلكان كبلاب مايو ماشو كدمان ينه ميد كاله اي ما يهدا مجرو ولا شيء هذا كليه وحا لغو خرينا للعغارن ماشي ارد كلا بلاب لها نل عغارن بعد اركيسا نلكا مركا دركتي ارد ماشي كدمان لهيدن ميد كاله ايا مارتي ايا وتقريبا أدوغو إلى إيه مساجد كإريديس هل كان لقب الله إلى مساجد كمركز لقبه موقف كبابور تسويح يقوك على قياس دوا إنت الأردي يا مرك وادقو إنت أصولك ماشا مركز الأردي أرض بالغو مريا سعيقو مركز وأرض كخبب ككير إيه الرمل ككير مركا كان يسعى أي يجري وأرد جري نبيه صلى الله عليه وسلم بطن المسيل ماشى بيا مرينكا علوشي سمركو قوين يوجد بيو إذا ضافه ضوافا بين الصفا والمروة صفا يمروة حدودة فقلت لنافع نافع وحانو إيري وحسيدا أرني قلت لنافع نافع وحانو إيري وأنك نافع كورني حديثك من يروي عن نافع نك قفك حديثك كورنيا ويان قفك أرنيا قلت لنافع نافع بوحانو إيري أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليمانية أكان عبد الله معها يمشي متسعونيا إذا بلغ الركن اليمانية هدو يرغنك ركن اليماني وكسوه الرئي حجر الأسود كه مركو قارو
مسعون جري حديث أن صوم مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الصحابة أنت كلا أرد جرين لكن جهاد كافر وبين الركنين أي سعون جرين أي سعون جرين لبس يدب ولقوا إليي مشركين تي لا استسيي إني حق ليهين أي جهاد مقابل كافر سي مركو أمجيدان مركا إبقاء لأنفسهم سنفتو ذو باقي للنبي أيو مركا سعود أورانيي إيه ما إلا ذاك لو حين قانيسا مدام الركن حجر الركن الأسود كي الله صعدا الله استلام يو ده هذا أرض كجرا ما جاري سيد ما استلامي كرتين رضافتا صورة جلا مركا مركا والله سعنا يا سيد ترتيبة لوجارو الله استلامه لا بد على سبب بعض والله شيء مركا أكان ابن عمر أكان معها عبد الله بن عمر يمشي متسعونية إذا بلغ الركن اليمانية هذا يكر اليمن اليماني جارو أردك إنتو دايو مسعون جري قال وحيري لا ميا أردك وودي جري إلى الركن الأسود كتقه إلا أن يزاحم على الركن إنو عريري قال الركن قمويه سيدا بضن وابا عريري با إلى الآن هذا سببت هاي دتكو مركا الركن سو غاران حجر الأسود كاهي وي استاغيان الركن يقابليان ليشيروا إليه مركا لبدا الركن انت ودحايس هذه جيرالا وا زحمه دائما وا بزحمه ميل الارض كرم با هم با مركا دو زحمه غلو ايو اوردك جوجي جيري فانه مركا الا ان يزاحم على الركن ان لغو عريري غليو ركن استلام كي سمويه فإنه عبد الله بن عمر كان وحو أها لا يدعه كان كتجين استلام كالركنجة حتى يستلمه إلى استلامه كما تجرين مدى في جرين ركنجة حتى يستلمه هذا مركع الزحمة يعريري قالوا واسوق جري إلى زحمة قدبته 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 مركو كي مادو أيو مركع استلام جري هرون مركع أسعون جري مركع سادة صورة قال ما ها أرض مركع أرض مجري هديبة زحمة أي تمد ومركا او سوغيو انو استلامه كما او تغي جيرين روغنغا انو استلامه مويه مركا هادا مركا قار كود زحمدو مركا بدانتا اي قوفكا دوافكي سو او فوغي هي او بعيد عن الركن ومركا اي او سورا غالتا انو اوردكي وتوا وديا وا وديا سيد عبد الله بن عمر بو يلي جيري عمرو بن دينار قال سالنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يضف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فضاف بالبيت سبعا وقال خلف وصلى خلف المقام ركعتين فضاف بين الصفا والمروة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة حديث كاني وانا صهر مري لبدر سن كهرب ونقصه مري عمرو بن دينار قال وحيري سألنا ابن عمر ابن عمر بن ويديني وعبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أدى عنه بنوتا لا لكن عنهما لأنه ذكر ابن وعمر ابنه هو عبد الله وعمرنا عمر بن الخطاب وولي أبيه مركا لبس صحابي نوي مركا دي لبس صحابي لشيقي يثنى الترضي رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة سألنا ابن عمر بن ويديني رضي الله عنهما عن رجل نبا وحك ويديني طاف ضوافي بالبيت بيت كضوافي كعبضة في عمرة عمرة لحديد ولم يطف ولنا أن ضواف بين الصفا والمروة صفائي مروة لحدودة أيأتي امرأته زوجتي سيمو إيمانيا أي يعاشرها من لا معاشرون يا معاشرة الزوجية فقال وحي وسؤال فقال عبد الله بن عمر وحيري قدم النبي صلى الله عليه وسلم أي في جواب السؤال جوابت سؤال شو حكيري قدم النبي صلى الله عليه وسلم النبي قبا صوق علي مكة فضاف بالبيت سبعا
بيت كيب وضوافي تضبتشر وصلى خلف المقام ركعتين رب مقام كقداشي سنة لبرك عدود بكتو كذي فضاف بين الصفا والمروة سبعا صفائي مروة لحدودة أيونا ضوافي تضبتشر سبعا تضبتشر لقد كان لكم أي وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه ربنا قرآن كيسو حويد كيري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله يا وحد ربعين وإذين أهادي أدنك رسولك إلهي إن إنكو قسقناتي أسوة حسنة كد يشو ونكسا مركادة النبي إلهي كد ينسان ودون إسان إن الضريقة دي سيدة ما يسترتان ضوافك إيا صلاة إيا السعي ومكال هران وحنا لما ده قليو وحنا لما ده قليو نبي إلهي وضوافي ركعتين بوتو كذي بين الصفا والمروة أيو صعدي انت هكال الريبين مركا كبعد احلق أو اقصر أما مضح حير أما قابسو مركا ساد حلالو دي مركا ساد زوجات حلال كوتا أما قبل ذلك وذن ولي السعيين مايا عمره ذا دي بمركا فسادس عمره ذا دي أي مركا فسادس مركاد حلال ودو وضوافك إي صعيك إي حلقك إي حيرشد أما قابنتي دمها لقابين أي آد قابي سيد زوجاتنا هدي أهيد أيدنا محرمد أي سيدة أحلال ودو مركاد حلال كوتا وإلا قفك أنتو محرمي هاي زوجاتي سوما دواني ما دواني نعم أنتو حلال ودو مركا عبد الله بن عمر هذا المجمل بأبو جوابي هذا الكول لما أننقنع قال وسألنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري أيام ويدي نيبوي رضي الله عنهما فقال وحير جابر لا يقربنها يونا أدوان زوج ديسة حتى يطوف إلى طوافه أي بعد الطواف بالبيت حتى يطوف إلى طوافه بعد الطواف بالبيت بين الصفا والمروة صفا يا مروة لحدود إلى طوافه وهدنا أتمه حيره أما أقابيه محايل أركان الحج ويان أركان الحج وإحرامك يا ضوافك يا سعيك يا حلقك أما تقصيرك أفرتاوي أفرتا ركني أنت وحكت لمن هي زوجته حلال معها مركو وضرنا مايسترو وهو حلال مركاس وحلال أوبي طيب عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإسن الحديث كهذا نصهر مري عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر من مقلي رضي الله عنهما إلهي كراد النغذية قال إنه يريه قدم النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيبا صوغلي مكة مكة أيو صوغلي فضاف نبي جيبا ضوافي بالبيت كعبة بو ضوافي ثم صلى ركعتين لبرك عدود بو تكدي ثم سعى بين الصفا والمروة صفا إيا مروة لحدود بو أيو مركز سعيي ثم تلا أي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحو أخريي آيدا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم إذن الطواف بين السعي بين الصفا والمروة صفا لقبل الله سعيك سعتك مركي واديك يا مسيلك لقارو بين العالمين لبضع على مضاد وعقارك لحدودنا والأردية دبديدنا والصعونية مركا تضبتشير ومروة أردمانا سأمبانا سعيك يهي عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهونه السعي بين الصفا والمروة قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
عاصم هو ابن سليمان أبو عبد الرحمن البصري الملقب بالأحول. عاصم الأحول ساسو مشهور كويهي وتابعي عاصم الأحول، لكن مركي النصب كاللغو أبتريو عاصم ابن سليمان أبو عبد الرحمن البصري أحد رواة الحديث من التابعين. قال وحير عاصم الأحول: قلت وحن إلي لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أنس بن مالك وحن أؤري أنس بن مالك وصحابي: أكنتم يا ذهيدين هذا الأنصار تهين تكرهون كوي كهضاء النعة السعي سعيك بين الصفا والمروة صفائي مروة حدودا مياد نعيسين، يعني قبل أن تنزل الآية انتين الآية دو سودقين وحديثك عائشة أن صومرنا حلي آية سبتي كسر دكتين سداء هيد. أكنتم موحاض هيدين هداتهن أنصار تكرهون كوي النعة السعي بين الصفا والمروة سعيك صفائي مروة حديدة؟ قال وحير أنس: نعم ها ونعي جرني. لماذا؟ لأنها كانت من شعائر الجاهلية، جاهلية شعائر تسيبي أهيد ويسعي جرين بين الصفا والمروة لأجل سنمين فيهما أو عليهما. لبس سنم ومدنأ يالي صفا مدنأ يالي مروة أو قيد أي أسعي جرين مرك ما دام أي شعار الجاهلية أهيد أيان نعني إلى أي آية سودكتي. نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية. علامات كودي تعمعها عبادات كودة أي أسلام تعابد الشرين وحم مغضب يهيد. حتى أنزل الله إلى إلهي سودجي: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا صفا هي والمروة مروة من شعائر الله، يعني إن السعي بين الصفا والمروة سعي صفا هي مروة لحدوده من شعائر الله وهي عبادوين كرب لعابديو كو ولبا مغضي مشهور كهي شعائر تابي كمديهين. فمن حج البيت قفكي بيتك إيو كعبدا حجية كعبدا يمادين نسو كسو قلا أو اعتمر أما عمريستا فلا جناح أي فلا إثم عليه دشي سدا بمأهان أن يطوف بهما إنو طوافو، لأنهم كانوا يتحرجون حرج كودي تحرج كودي أي إثم إيو أركيين بالله رفع أي مركة ولي لا حرج طوفوا، لكن وواجب وركني من أركان الحج والعمرة. مركي آية داس زودكتي: فزالت الكراهة. كراهة دي مركة أي أنصاري نعجرين وزو شيء. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى شرع لهم الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. عطاء ابن عباس رضي الله عنهما عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ابن عباس وحيري: إنما سعى رسول الله رسولك سوحو أن أسعيي بالبيت بيتك، يعني طاف سعي كان هذا بمعنى طاف بالوجيدة طاف بالبيت بطوافي وبين الصفا والمروة. طواف كان مثلا وكعبض لطوافنا من مركة غاركود يقال له السعي، سعي بين الصفا لحد وذنا من مركة غاركود يقال له الطواف. مركة لبدا كلمة كنولو أذك سدا كنولو أذك سدا هذا وطن سعي يقول له أذك سدا طوافك بيتك. إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وسعيي بالبيت بمعنى طاف به وطوافي وبين الصفا والمروة، أي وسعى وحوك له سعيي بين الصفا والمروة ليريه لأجل ليري المشركين لأجل أن يري المشركين مشركين تئنوا تسي قوته أود كجرتي حوق كجرة، لأنه إيجا وحيكو هدلين ما أنت وحايدين إمان دونا قوم أنهكتهم حمى يثرب داد أهل يثرب هو قند الدلتي أن تبر يحوق يمدنا لهين ما أنت يدين إمان دونا مركز داوش لو يمد
بل إن العركه مركاب النبي قيري إلهي هون حارس زقفك النفتي سمان تأوت الصية أرض إيه وحال قلي إيه قاعد بور بالله قلي مرك ساس ما مرك هو رشاء بيكوت تيمد لكن يعني علماء وحيرا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني السبب تسكو مجوني أهمرك شرعي بين غطي قف كستا أو صو قلمك أول ضوافه مركو ضوافه يصدح تحقود وهر ري إنه أردوان الرقة هوينكو كما تشيران هوينكو كما تشيران باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة باب كان وباب تقضي الحائض حائضه ويقدن المناسك كلها مناسكت أعماش حجك أما عمرضة أو إذيل بيقدنيسا أعماش حجك قرهان كلها لما أنتد يعني أعماش عمرضة وحان أهين محوها إحرام كأن أهين وحان تهيبا وضوافك يسعي قي حير الشدة لما حيران كرو إن ضواف تتسعي سموية لما نضواف كرو هدي أينا هدي أي حائضتها هدي أي ضواف كي ضوافي ويسانا ما سعي كرتو مركا حج كي نغانا يسا مركا حج كي نغانا يسا إلا أعماش عمرض انتاوي وكوبانتاي لكن حج كي أعماش يسوب الله رنتاي تقضي الحائض حائضه ويقودنيسا المناسك أي أعمال الحج حج كي أعماش يسبب يقودن كلها دمانتيد إلا الطواف بالبيت ضوافك بيت كموية انت كلوي قدن او انت قدن يسمح كمدة وحكمدة وقوف عرفة وحكمدة مبيت مزدلفة وحكمدة رمي الجمرات وحكمدة المبيت بمنى ايام منى انت صنم كمدة انت صنوي قدن الا الطواف ضواف كموية بالبيت طيب سعي انا سعي لو ما شرطي طهارة السجى طهارة الحدثين إلا بدأ حدث بل لو ما شرطي لا الحيض ولا الوضوء يعني إني ظاهر كتير لو ما شرطي لكن وحال لو شرطي أن يقع بعد ضواف صحيح ضواف صحيحة وإنه قداش لعاء ضواف كان وحال لو شرطي طهارة هدينا ظهارة كسورة قالها هنا حائضة تتم ضواف يسو هدينا ضوافنا مسعيين يسو مرك هذين ضوافنا مساعيين ايسو لو قدرنا مثلا مركي الضواف طيو الضواف كي لما يسي ان دوردي الشهر قاعدو حيث كي كي يميد هذي السيدة اي نقطو مركا خا نعم واسعيين ايسا مركاس واسعيين ايسا سعيقنا وكان صحيح لكن ايضاً ولي الضواف سعي كمان صحيح لان السعي لا يصح الا بعد ضواف صحيح ضواف صحيح وينو قداش لعاه مركز سيدة سؤالي هي نعم تقضي الحائض المناسك كلها مناسك تذيل أي مرة تيقودن إيسا إلا الطواف ضواف كموية بالبيت بيتك إلا الضواف يكعبض إلا الضواف محا كم من عيين يكعبض ضوافته حيثك كم من عيين لأن الحيض مانع مانع من الصلاة ومانع من الصوم ومانع من الطواف انتبه ومانع وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة وإذا سعى أي وفيما إذا سعى هدو سعييو على غير وضوء بين الصفا والمروة صفائي مروة حدو هدو سعييو على غير وضوء ما أنسحيا نعم إذا طاف بالكعبة على وضوء وأنسحيا مركز نعم إلا سعي قال الله ما شرطيو طهارة لو ما شرطية القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري حديث كاني سو مرر بضم ونصوم مري سو انتان كدير هذا مسألة سون كلية ضوافك ايو كتع اللغضة انبو كهالليا
قالت عائشة قدمت وانصوغلي مكة مكان صوغلي أي عام حجة الوداع سنة حجة الوداع وأنا حائض والحال أنا حائض أنوان حائضة أهي ولم أضف ماء ضوافين بالبيت بيت كماء ضوافين ليه؟ لأنها حائضة والحائض لا تضف ولا بين الصفا والمروة صفائيا مروة أيضا ماء ضوافين لماذا؟ لأنها لم تضف بالبيت كعبة ما إن ضوافين هذين كعبة ضوافين سعي مجرية لا بين الصفا والمروة نعم مركا وطبعا للطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت وحيتر فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال أشيك تيارنتاس قال النبي وحير افعلي ما يفعل الحاج وحاجك سمين يو إذ السمي غير أن لا تضوفي بالبيت لكن بيتك ضواف حتى تظهري إلى ديق أوقوه دبديدنا أتكم يرتوتك ظهار قادتي ما حاجك سمين يا وحاجك سمين يو من التلبية والذكر يعني تلبية ذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويأخرني وحي ذكري وأخرني محظوراتك وإسكيلالني محوها عرفة وجوكسني كل ذلك يصح منها يصح منها كل ذلك يصح منها انت أو إذل ويكان صحي غير الطواف هي وحي ضوافك كحيران ما ضوافك كحيران سعيك بين الصفا والمروة مركا كهضواف بيتك إلى الظاهر وذو نعم عطاء إذن مركا ماشي حديثك ودلي شنيو غير أن لا تضوفي بالبيت بوي وحي حاجك السمين يو إذل ولو بنيي إلا الطواف مويه مركب وحيالها حاجك السمين يو وحاكم إذا السعي بين الصفا والمروة إذن مركب السعي بين الصفا والمروة حديثك وحن كقاضني أنها لا أنه لا يشترط فيه الطهارة طهارة الله شرط مايو لكنه ما دام أطبع ويهي وكحرين هي طوافك هدون طوافك تشرين سلم جريو عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج حديث كان نيسقنا عدد من المرات بنا سومري هذا مسألة ذنبا لوسو دليش دي حائضة إني وحي حاجك سميورنا سمين يسون ضوافك أهين عطاء وهو عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله الأنصاري قال وحير جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم نبيك إلهي بحرمضي أي أحرم هو نبيك يا وأصحابه أصحابتي سبب الحج حج بحرمضين
حج بي حرمدين. إذن حديث كان مركا إن يسوع بعض أصحابه وإلا بعضهم البعض الآخر أحرم بعمرة. إذن ونصوم مرتي عائشة عائشة دتك ولي عمرة حرتين يكمل دهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مركي ذا الحليفة لجوجي أيو اختيار سيي قفكي الرباهين وحج حرن كروكي والرباهين وحرن مركي وروحين موذيين حج موي وحكا لينين الحرمين لكن النبي اختيار بوسيي كي الرباهين وحج حرتو كي الرباهين وعمرة حرتو كي الرباهين واللبضبا ووضا حرتو مركو الصرف مرأيو أيو هذا النبي اختيار كي بوسو قابيي ووحويري نبي صلى الله عليه وسلم قفك الرباه عمره بدل نكرا عمرها وبدشو قفك حج يوتي يمارتي محوها يقران هدي ودين انو عمره بدشو لكن كما واجبين مركي مكل يمد لا طوافي او لسعيي ايو كل لازميي وحي ان هدي ودنين عمره بدشان ومركي لا طوافي او لسعيي وأونا هرين إلا مدحي الله يرتموي أي لازم وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مركا أصحاب ذي قاركود حج بيحرتين وليس مع أحد منهم هدي صحاب ظنا أحد أيجا كم دؤ هدي وذي هدي سوكحي حوله لجو جوري علىها مكا مجر غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة نبي جاء طلحة بس نبيغا يا طلحة بن عبيد الله لبدو داس بهديس كسوك حيي مدينة وقدم علي علي نوى صوغ علي من اليمن يمن بوكيمي ومعه هدي يسوغنا سوغ هدي والله إذن انصدح بيها هاي وحي هدي سوك حيي نبيغا صلى الله عليه وآله وسلم طلحة بن عبيد الله علي بن أبي طالب صدح دو داس وحي كباقي أهادين إحرامك ما يحلالو بين ليه لأنهم هدي بي وضان أنت كله وحي عمره صاحرتي كلي جد وحي حج صاحرتي كلي جي وحي حج عمره صاحرتي والله بضبط إسكو صاحري لكن أن هدي ودينه إذل نبي جو حامرين حلالو بان مركي ضوافين ويسعيين فقال وحيري أنك ليراد علي مركو صاحرني هدي نواوضة أهللت وحن حرتي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وحي النبي صاحرتي مركاب النبي الشيغي مركو النبي ويديي بما أهللت يا علي علي يوم حات صاحرتي مركاسو كيري بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي النبي إلهي صاحرتي هدي مودا بويري هاه بويري مركو الشيغي أيو مركا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولمين انقارين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نبي أصحابتي سيوحوا أمري أن يجعلوها يعني إحرام كودي إهلال كودي إن يلان عمرة عمرة إن يكالغان هدو حج كلي صحرتي هدو حج عمرة صحر طيبة إن عمرة بدشان ويطوف أي ضوافان ثم يقصر أي قابيان تمها أي قابيان ويحل أي حلالوبان إلا من كان معه الهدي قف هدي وذموه هدي قينا صدح باوضة النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله علي بن أبي طالب فقالوا دتكيبا وحي رهدين حقها أرنتيبا أيا ير مارتي كا ير اللقم يعني كبي ديدين واللقم يساوي رسولك إلهي أو أمريه مركاوا قاركود وحكو هذلي ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر من منى نؤذينا إيضا مد أن لقى النجمده وحيس ودبدب عيو وحل غرنا يوتفهم السمر مرينا يعني معناه وعكوضان يعني ما بينهم وبين الذهاب إلى منى إلا ثلاثة أيام ما أنت سيجوغان أو ما أنت أفراضة كجو ما أنتي الشنادية اللي حادية تضبط كلية كحجة ما أنتي سيدادنا من أي آديان هدان حد حلاله ونو ده وين كي يجيبان مركب الله شيء بسنينا يجوا وحين نقد أيان ميان آدينا هو قام مركب وحيب الله قرار هذه ساس مبارك ليهن
نعم أن ننطلق ميان تقينا إلى منى من ميان آذينا وذكر أحدنا يقطر يضع مذ أنك نقمده يعني وحيك سود دبعيه يعني حجدا منيا ناقيه بانو الله سيحني الله شيف سني وحاسي كوضا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وركا أي راهدين يقولك أي النبي قاري صلى الله عليه وآله وسلم مركب أخذ بأقريه. فقال وعيري لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لو استقبلت هدو إيهر لهان لها من أمري أمر كيغان أو حمع حجك إياع ماشيسة ما استدبرت وحي أنصور دافي ما أهديت هدي ما أنا كحيين إنت أنا أنصور بحي لهين سيدان هدى أي النبي أقوم قطي صلى الله عليه وسلم والرب أوحي يودي إلا النبي أوحوك الله ووحي صوما وهو أمر يهي ووحي مركا هدان سيدان وقال لها هدي بمسوك حيين لم أسوق الهدية ما أهديت ولولا أن معي الهدية هدان وانا هدية أنا نودي لهين لا حللت والحلال بلها وحان إذن أمر يو أنا سمين لها إيه وحا إقمن عنا يهدى ومحي وهديقة عدي هدي ودي أنا إلى مدين وحن هدي ودينها حلال وبين إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء واجب واجب خيار ملهين سيدي بيالا مرك كل قد حلو وي حلال وبين. وحاضت عائشة عائشنا حيد كيبا كيمي دولدي شهرها هيد رضي الله عنها فنسكت أي أتت ويلتي مد نسكت بمعنى أتت ويلتي مد أفعاشي حجكو إذ البيلتي مد فنسكت المناسك أي أتت بأفعال الحج كلها أفعاشي حجك ولم بيلتي مد وحي حجك قل وقبهنا حاجك إلتي مد غير أنها لم تضف بالبيت لكن كعبضة إن الضوافين ضوافك كعبضة يسعي قيو كحر نمو يي انت كلو إلتي مد فلما طهرت مركي أي ظاهرو ذي أو حيدكي كجو أي ليلة العيد أيونا أي ظاهر ودي فلما طهرت طافت بالبيت مركاسي بيتكي طوافتي ما نتي عيدة طواف الإفاضه قالت وحيتري مركي حجكي صور لما ذي يا رسول الله حجكي بصور لما ذي ولنا مكلق مبحن يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج أدونك حجي عمرة لتغيسان أنقنا حجك لي لبيك صلى الله عليه وآله وسلم حجك عمرة وإسو صارناين قارن بوها أيضا نفتي دون سيدوك لا يهيد إلا مركور عمرة سوحرتي دبديدنا حج بيسارتي النبي مركا عمرة مستقلة سند اسمونا عمرة سن لكن وحيكاد ضباق تميسا صحابتي كالردن ولا سيما أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهن اعتمرن عمرة منفردة ثم حججن حجا منفردا عمرة منفردة هو كلي جيدة هي حج كلي جيسة بي وطان مركا وحي سو أركتي إني كدر جهو سيسو مركا وحي كتري تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر وحو أمري نبي عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر بوحو أمري أن يخرج معها إلى التنعيم إنه وضع وحرم كأكبحه وجهد التنعيم وأبحه ومركا هلكا حلقة فاعتمرت أيكسو عمريسته بعد الحج مركا حج كده ما يستيك بعدي سيدي بي الشي سيدي بي الشي. إذن ماشى إمام البخاري وحديثك أسود للشدي وقول كانك لجابر بن عبد الله أويري فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تضف وحي أن ضوافها هنا روي سميسي. إذن ضوافكم حين أسمين لوجود المانع مانع عاجري ومانع سمحوها عدم الطهارة. إذن مركا ضواف كلية موية أنت كلوي سميسي سعيك أنت كلنا وسوقلا سوما أنت كلنا سعيك وسوقلا وإن لم تصع لأنه سعيك ذو حكو عريا هاي ضواف ضوافك هدان لهلين حويا سعي لما هليه مركا هلكا وحالكا قاتي سعيك إن لو شردين إن طهارة لو شردين إن سيدة ضوافك لو شردين أيو لكن وحال لو شردين إن ضواف صحيح لغا هو الرئيسي
حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هل على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها، أو قالت سألناها، فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بأبي. فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض، وفي لفظ الحيض. فقالت أليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ حديث كان سجنا مرات بنصوم مري أكثر من مرة كتاب الصلاة الكتاب العيدين يا هل كابو نصوم مري. حفصة، وهي حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين التابعية من فضليات التابعيات، تابعيات كيكو يقفضي قبضناي علوم ذا هبي كم ذا حيت. وحين الله لتي محمد بن سيرين يا أنس بن سيرين قالت وحي تري كنا وحن أهين هدان النهي أهل البصرة، لأنها بصرية، أهل سيرين كانوا من أهل بصرة. كنا وحن أهين هدان النهي أهل بصرة نمنع كوي منعية أوديدة عواتقنا العاتقة وقبل يري ولي قريقيدي أن كبحن قريقي أهل كيدي أبهد يهو يدد أن ولي كبحن أو ولي قرسا مركا وحيتر نمنع عواتقنا قبلها يري يركا قبلها يقا أن قانقار كهو لكن قرقا دي ولي سأن أن قرسان قريقي أهل كيدي جوكتا أيانو كمن عنجرني أن يخرجنا إني صباحان، يعني في العيدين لبدا عيدود إني صباحان وأن أديدي جرني جوغا قريهين. فقدمت امرأة هوين يبان نوصو قشون نوتمد وأهل مدينة أهد ومدينة كتمد، فنزلت وحي دكتي قصر بني خلف، يعني قصري معروف كأها بصرة اللي يري هذا قصر بني خلف وقت حديث كالشيغ يسلي يقان لي ماشي ميل كدم بيسي دكتي بيتري، يعني مدد قرابه قرابه دي دابي كود دكتي ماشي زي دكتي يدوا ضيف ومرتي دتك أهل العلم جاء واجه رصيد هذا علم جل وجه هاجريون علم جب اللود دنينين إن الله جعر رئيس هذا لما أهين قف أهل العلم يهدو مجال هذا صوت جل ولقو يعجري سي علم جل وجه لهرا سببته علم ماذا مجال هذا جوجا علم جود الأورور سي قفك كلام مرك غريب هو يمادو عالم لعلنا إن كهلنا فائدة جونية ولا قاضنية هل نأجادا مهما أديك يعني وحويا مستواك قاعد علمك قف أهل علمي هدد لك ولا تذو ولا لفرستا وحشيجين ولا قفائد استا فوائد أن أديك مسكح هذا كسر لعين كسر لعدين آيات كهيلة سات كقاضنة سا. ولأجل ذلك كلام العلماء الدرر يعني قطع ذهب وكقيمة بديهن علوم هذا الكودة ولا لفرستا ولا لجوكسا ولا دقيستا فوائد آدم ولي قام مقل
ayaad ka helaysaa. Waan soo marnay xalay ninka la yiraahdo xadiidkii uu warinayay. Nacam, xalay baabkan soo marnay, baab wujuubi safa walmarwa, xadiidkii caaisha, ninka la yirahdo curwata bni zubayr markuu aayadda weydiiyey oo ay u fasirtay oo markaa uu u sheegay ninkii la oran jiray, nacam, magaciisi muxuu ahaa, Abubakar ibni cabdiraxmaan, markuu u sheegay, maada qaala Abubakar, waa caalim min culamaai taabiciin, wuxuu yidhi ina hada la cilmun maa kuntu samictuhu, waa cilmi aad u weyn oonan hadda ka hor maqal. Uu ka faa'iidaystay ninka la yirahdo curwa oo caaisha uga sheegay. Wahaakada qofka taalibulcilmigaahi fawaa'idda culummadu ay ku hadlayaan waa cilmi weyn, wax badan buu ka faa'iidaysanayaa. Saa darteed culummada lagama agdheeraado. Marka markay maqleen gabadhaan timid oo soo gashay ayaa haweenkii ku yaaceen marka, iyo dalabatulcilmigii oo dhan inay cilmi ka faa'iidaystaan. Waxyaalahay ka faa'iidaysteen waxaa ka mid ahaa xadiidkan. Faxadaat, waxay noo sheegtay haweenaydaa timid ee qasr bani khalaf degtay, anna ukhtaha walaasheed, gabar iyada walaasheedihi, kaanad, waxay ahayd, taxta rajulin min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, nin saxaabadii nabiga ka mida bay zawjadii ahayd oo qabay, iyaduna saxaabiyad bay ahayd. Zawjkeeduna qad ghazaa, inuu duulay baa dhab ah, maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama, nabiga inuu la duulay, fintay casharata ghazwa, 12 duulaan buu nabiga la socday. Intii nabigu duulay weeye oo nabigu baxay buu nabiga la socday. Markay 12 ghazwa nin nabiga la duulay, suxbada uu nabiga la saaxiibay aad bay u dheer tahay marka, aad bay u dheer tahay. Wa kaanad ukhtii walaashayna, waxay ahayd, macahu, ay maca zawjiha, aw macahu maca nabiyi bay ahayd sala allahu calayhi waalihi wasalama, fii 6 ghazawaat, 6 duulaan oo 12 duulaan ka mid ah bay nabiga iyaduna la socotay iyo ninkeediiba salawaatu llaahi wasalaamuhu calayh. Qaalad, waxay tiri, yacni qaalad waxaa oranayaahi waa walaasheed, walaashuna waa noo iman doontahay waa ummi catiya, gabadhan in badan soo marnay ayaa xadiista warinaysa, Nusaybata binti Kacbin. Qaalad, waxay tiri, yacni ukhtaha, ukhtayda ay ka warramaysay oo saxaabiga kala qabay oo nabiga 6 duulaan u raacday, kunnaa, waxaanu ahayn, nudaawil kalma, jarxada dadka dhaawacmay ayaan daaweyn jirnay, wa naquumu cala almardaa, kuwa jiranna waan tamriidi jirnay, yacni iyagana waan u khidmayn jirnay. Yacni maxay jawaabu tahay ummi catiya iyo haweenkii kaloo la midka ahaa oo duulaanka raacay, maxay samaynayeen, masaafatay qaadayeen oo dagaalkay gelayeen? La, la, dowrkoodu muxuu ahaa? Kunnaa nudaawil kalma wa naquumu cala almardaa, yacni kaannamaa inay iyagu marka masalayaan alfirqa atibiya oo ciidamada ah. Ciidamadu waxay leeyihiin qayb dhan oo caafimaadka bay leeyihiin, oo mararka qaarkood niman waaweyn oo jananaa ama kornaylahi ay dhakhaatiir yihiin. Waa kornaylo, waana dhakhtar, dhakhtar kornayla dagaal ma gelayo, maaragtaa, waa firqa atibiya. Waxaa jira yacni waxaa weeyaan majmuuca dhan oo tamriid oo neersis ah oo ciidana haddana soo ma, waa saas oo kale, kaanamaa inay qaybtaas qayb dhan qitaac dhan oo ciidamada ka miday masalayeen. Marka nudaawil kalma wa naquumu cala almardaa. Fasa'alat ukhtii walaashaydaas aan ka hadlayo oo 6 duulaan nabiga u raacday sala allahu calayhi wa alihi wasalama, ninkeeduna 12 duulaan nabiga la socday oo marka ay duulaanka raaceen daaweyn jiray dhaawaca, fasa'alad, way weydiisay, ukhti walaashaydaasi rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam bay weydiisay, maxay weydiisay? Faqaalad, waxay tiri, oy nabiga ku tiri, hal calaa ixdaana ba'sun,
مد أنجا نجمده ميود شيديه وحد به إن لم يكن لها جلباب هدينا جلباب لهين أن لا تخرج إنينا بحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحو أمري إن لصابحه ما المها عيدة وضد كورداني معها وين كورداني أي صابحان حتى الحيض كو حيض كقبة ومركا ماشي مسلمين تؤسقوا إيمانيان وإلهي يكو حسيان وإلهي يكو بريان خير كأيو دعوة المسلمين أي سو حاضرا ساس النبي أمري وأجا وحاس كجري أردنام بدن يدر لآن نولش بي يعني الصحابة دو أد بيوه سيسي هاوين إلا بم مراله ويريد مركا هاوين كينا لوما أقولا إني قري قودي كبحان إلا مع جلباب إني جلباب وطان مويه ويحجابي هيني مركا ودى إن بضني مدام إني جلباب يحجاب هيسن أي مركا وحي كتري مد أن نغا نغمده هدينا جلباب لهين هدي اسكجوك تقول غينا صابحين وح إثميه دنبي مياه ليليو سؤاشا سيوي ديسي قفاد وعاقلة ضبايا هاي بردو أيضا جلباب حجاب لهن ما صابحي كرتيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعكو إرشادي قال وحير لتلبسها صاحبتها صاحبة ديدو هؤل لبستو من جلبابها جلباب كذا وحاول لبستو يعني إني سو حاضرت أفضل أنت صورة قلت هاي هدينا أيضا لهين صاحبتي هذا جلباب كله جلباب كذا هاوغل بستو لبس يوض ومركوا صورة قل صاحبتي هذا هدي لبجل باب يكبضا لا ضهي متكي أيضا كوب حضي موية كان كله عاريها أسيسو ولا شيء يا صاحبتي سيدي أقوب حضا أيضا هدينا تاسي جرينين جلباب كذا هدو واسع يهي بالك هجل يسوء وكذا هل هو يسوء الله بضع بصورة قال لماذا سألوا لي يا هاي أهمية أي لا هاي عيد إن لسو حاضر اجتماع عددك مسلمين تو خير بدن بكتشرة بحال عدد مسلمين وميل أسقيمي وتوحيد سنية وإلهي بريية ولا إلهي جنة يرضوي دي سنية عذابي يعرى إلهي كم جنجلية وميل أسقيمي إلهي وضم الافي قف كلتشو غاهي وحي كجرا وحي كجرا هدون كلجر حتى ولو ضافيا او حصو اروري حديث تط سدا سو كليتا او ملائكتي اي اركين ملائكو حاجر السياحين ليرادو الهي ليهي او ددكا اسو ييميد اي خيركا اسوغو ييميد رادينيا مركي اركان با الهي ويدينيا مرك ما هي سمينيان الهي ويكو حسيان ما هي ويدي سنيان ذم دافي جنو ما هي قام مغنغليان عذاي عرائي عذاب مركز الهي اولي هي وحان اذن مرقاتي غليي كل غودن ان ذم دافي مركز ملائكتي قار كود ليهين الهو هبل بالا جوغي كوما جيرين ايغا كما ميد اهين وحي كو جيرين ايغو كوما جيرين ميش اسكلا جوغي مركز سؤال ليه اسغنا و ذم دافي هم قوم لا يشقى جليسهم وقوم عده لجوكتاه اين اشقياء شقي خير دارن اون نقنين وي سيده درتيده ميلها مركه مسلمين تو اسوغو ميلين ولا اسوغي مادا والله صبحيا هاوينك يا عرورتي يا كينا هلا كينا عيدا انا هو كسو تغينا وحان لينهاي اذن ما جيت شيدي كرنا غورغينا اسك جوغا ما يا صبحيا كينا ميلها ددك مسلمين تا اسوغي مانيا سيده ابو النبي كو يري لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهدها حاضرته الخير خيرك ماشاء الله هيو وحكى حاضرته يا ودعوة المؤمنين مؤمنين تا يا مسلمين تبريه هذا أصو حاضرين سيدا أبو النبي كويري أنت أمرك يا أشيغي قبرنا ما مرتدى با أشيغتي أيضنا يا أشيغتي قبرك لو ولا شيء ده ولا شيء ده وأمي عطية أمي عطية دي اللي أشيغي أعتمد أيضنا ماشاء الله إذا بصر أعتمد فلما قدمت أم عطية أم عطية مركي تيمد أي بصرة صوغ شيء رضي الله عنها هذا رسيدي وكلا لغو يعي وحل ويدية وحقوه الرئي حديث كي لغو الشيء إيضا مركان أتقنا سألناها أي سألنا النساء أم عطية هوين كي أيمد وحفصة كمتهاي بنت سيرين وحي ويديين
وحي لوغا شيغاي او ولاشيد اوغا شيغتاي او قالت وحي تري سالناها وان ويديني فقالت وحي تري وها اورانيا ام عطيه مركي سؤاشي لا ويديي فقالت فقالت وحاتر هذا وام حفصه فقالت اي قالت حفصه حفصه وحي تري وكانت وحي اهيد ام عطيه وعادوها لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مجي عيسى ما اي شيء ابدا ولقد الا هذا الشيخ قالت وحي اورنجرتي بابي اي بابي هو وامي ساسي ديجرت بأبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه من كفرا بي أورنجرتي بأبي كلمة أي استعمال جرين صحابة النبي والنبي واستعمال جرين بي أهيد وكتو سنيسا جعيل كوضي رسولك إلهي جعليهين بأبي بي له جرتي مركة وجملة معترضة إنتان أو سألناها سؤاشو ذي يوحي أي ويديين بي صوت حق الشيء سألناها وان ويديني فقلنا وحان نري ساسو اسكو خريا مركا ادلك فقلنا وحان نري اسمعتي سؤاشي وي اسمعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا مياد مقشي رسولك الهي صلى الله عليه وسلم او اورن يو سدا يا سدا وسيدي لوغه شيغي ولا شد اي كورسي قالت وحي تري نعم بابي بيكوتري مرك ها أباهي بان كفرنا يا رسول كيلا هيوان كم مقلي فقال وحجر رسولك صلى الله عليه وسلم لتخرج العواتق قبلها قري جوكت أهي هصبحين ذوات الخدور خدرقو وستر من جانب البيت قري قدين عكم دا بالله حري وستارا لقو حري هالي رضا قندوب قندوب نعم أب سومالي جهوره يا أنا مرني يا عيال ما مهم فهمها يان نعم على كل حال قيب جوري كم إذا بلوح يري شري أو يكون قبل جرينا ويحشود بدينهم قبله لكن هو هذا ما هو يجا ما أنت جوجا الله أسترو الله أسترو إله نو أستر ونو هجاتي نعم سوشيال ميديا وحيالها وريجا يهدد دركت دوا الله ياب والله المستعان نعم والله المستعان الله نو أسترو بركو يحشوط بدنايين أدبي يحشوط بدنايين سادرت دبا قيب كم إذا قرقة لو حري شري ويكو شري شرتي حتى تستحي من أبيها أبيه دني حتى الله هذا شيء سؤال ترى هذا أما وحوي دي سوي كعيشونيس كعيشون جرين بركو كواسها صبحين بويري لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور وحيكوشك السي العواتق ذوات الخدور هي العواتق وذوات الخدور معي كليهين إلا كلمة دي بلا سوء العلي ذوات الخدور مرنا وصفة مرنا وعطف سمع مر عواتق ذبي صفة وتهي ذوات الخدور مرنا العواتق وذوات الخدور لبي كليهين العواتق وقيب ذوات الخدورنا وقيب كلي مرك الله بضع اللفتي بتكون نبي يري بيكون شكي صلى الله عليه وآله وسلم يا والحيض كو حيض كقبة كلها لصبحيو فيشهدنا الخير خير كهسو حاضرين ودعوة المسلمين مسلمين تبريوه ودنا سو حاضرين ويعتزل الحيض حيض كنا ويكديران ايان المصلى ماشي مصلى هكديرادين مصلى هذا كتو كنا يانيين سوغلين لأنه مصلوه في حكم المسجد سمع مصلوه في حكم المسجد حائضنا لو ما أقول مسجد كين سوقش إذن مركا ويكاد ليران يعني كفغان يان مصلها مركا حفصة بنت سيرين أيام مركا حوغا غريب ستي الحيض إني ما لا سو حاضرا عيدها مركا سي سؤال غريب أوي دي سو عيتري الحائض أما اللفظ كلا سيدي نوصو هور مرتي الحيض كو حيض كقبنا مسو حاضر أيان يعني وسؤال غريب مركا سي أيدنا أقو جوابتي جواب غريب أو وحيتري أليس تشهد عرفة
ميين أهين مد عرف حاضرته تولى أجيهاي ولا وضع أجيهاي وحيتر برضو نعم واعترفتي حفصة وتشهد كذا وتشهد كذا يعني تحضر عرفة وتحضر مزدلفة وتحضر منى والجمرات أنت صلى الله صلى الله ما أقولها محاودي ذيين مركا اجتماع المسلمين تكسر قيبك شو محاودي ذي مركاسي مركا إسديبتي حفصة بنت سيرين أقرا وسطي إلا وحيالها قياسك هي أمثلة الله يسوس وقع تقفك وحلق فهمسية قفك وحلق فهمسية مركا هذا كان مركا أي تري أم عطية أليس تشهد عرفة وحنا تسينيا الحائض يعني تقضي المناسك إلا ما استثنية وحين مناسكتها وإذن لين يسمين يسو وحين لسو استثنى ضوءها طوافك موية انت كرو إذن إن طوافك لا إيمان يسو أيا لغا فهمها هي وقتك بأن قلنا ماذا هل كسر المركز جوجينينا وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.